حياكم الله مشاهدي متابعي شاشه وطن الفضائيه اينما كنتم واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج الكتاب. رمضان كريم علينا وعليكم يا ربي يتقبل الطاعات ان شاء الله. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هي فنانه مبدعه قديره جميله بنفس الوقت راح نشوف هذا التقرير من بعدها راجع لكم تفاصيل اكثر. الفنانه هدى السنفوره بدأت مشوارها الفني في زمن التسعينات بدعم الفنان القدير سامي قفطان. أحد أسباب شهرة الفنانة هدى السنفورة هو قصر قامتها الذي يعتبر نادرا نوعا ما في الوسط الفني. شاركت في العديد من المسرحيات الكوميدية مع كبار الفنانين من بينهم الفنان ماجد ياسين والفنانة أنعام الربيعي في أحد المقابلات التلفزيونية قالت هدى السنفورة أنها تعاني من التنمر منذ الطفولة وحتى هذه اللحظة. التنمر هو أحد الأسباب الذي جعلها تبتعد عن التواجد في الكثير من الأماكن العامة رجعنا وياكم احبتي مشاهدي شاشه وطن الفضائيه من بعد ما شفنا التقرير وتفاصيل اكثر عن الفنانه خلونا نرحب سويه بالفنانه المبدعه الجميله ست هدى فاهلا وسهلا بك اهلا وسهلا, وسهلاً بك و... ويا ربي يوفقكم وجيت بالقناه الوطن اهلا وسهلا وكل عام وانتم بالف خير يا ربي يوفقك وفق ابو القناه جميعا الله جميعا شلون نشوف اجواء شهر رمضان؟ والله كلش ولا. حلو ايه. ما لا ابو طباله و... ولان ايه. بأرضي ماكو هيك اجواء ايه. بغداد احلى ليش لان يعني طبول وهاي نتذكر ايامنا لما كنا نطلع ورا ابو طباله ايه. رمضان نعم. وكيف عليها خلينا ندخل بالبرنامج طبعًا. برنامجنا الكتاب هو عباره عن صفحات وكل صفحه موضوع يخص حياتك نعم. راح نبدي بالصفحه الاولى نعم. اللي هي مرحله الذكريات والطفوله نبلش؟ نبلش نبلش هدى بأي منطقة انولدت وشلون كانت حياة الطفولة بهاي المنطقة؟ والله أنا أول ما انولدت منطقة اسمها حي الجامعة، حي الحمراء يم السفارات وبعدين تحولنا إلى مدينة الحرية بالثالثة وبعدين نضجت وكبرت ودخلت معهد صار عمري تسع سنوات، بالتسع سنوات كنت يعني معوقة يعني مو هذا يعني كنت على كم بس يعني لحم وما أقدر أمشي تسع سنوات ما أمشي مم. كانت أمي يعني الله يحفظها إلي تشيني على قلبها وتوديني للمحل كنت أداوم مدرسة استمريت استمريت لحد ما ما شاء الله لحد ما أهلي عالجوني أوبر وضربت وأدوية دخلتي بالمدرسة هو دخلت مدرسه، ايه. هو قلت لك ما حد المعوقين. ايه. دخلت شو مدرسه. شو تذكرينها؟ والله ما اتذكر بس من تحولت الى البيع بالشهداء، يعني شرطه الرابعة داومت ما حد المنار ما المعوقين بحي صدام. لحد الان موجوده. دخلت مدرسه والحمد لله اجتهدت وقمت يباعون الهواية مالتي كانت هوايتي جملاستك. <ممم> منو هو أكثر شخص كنتي تخافين منه عند أيام الطفولة؟ أخاف منه؟ إيه بالعائلة اللي موجودة عندكم يعني ما أخاف كان أم وأبوي يحبوني ويموتون علي ما أخاف من أي يعني واحد. قريبة على العائلة أنت؟ كلش مم. كلش قريبة وكلش يحبوني نعم إيه زين عاد دخلت معهد المنار مال معوقين كانت هوايتي رياضه م. رياضه لعبت جملاستيك كنت العب جملاستيك ورا ما لعبت جملاستيك قمت ما شاء الله اداوم مدرسه وبنفس المحل اسوي حفله مع الغناء ايه بهاي الطفوله بهاي الطفوله إيه. يعني من صف خامس سادس ابتدائي بديت استمريت حياتي عندك موهبه من الطفوله مال الغناء ايه كنت عندي موهبه مره مرتين شافوني بالاول متوسط بنفس المعهد امثل ويا روحي حتى المدرسه بوقتها ست ام انجليزي اذا ماتت الله يرحمها واذا عايشه الله يذكرها بالخير كانت تقول والله هوايتك تمثيل ليش ما تمثلين؟ والله شافوني اهلي ابويا وامي يشجعوني واول مسرحيه بالاول متوسط عمري 13 14 سنه اسمها مسرحيه خميس على خمسه عاي ب 93 خميس على خمسة خميس على خمسة على أي. مسرح الرشيد الرشيد اي كانوا نجوم الله يذكره بالخير سامي قفطان هو ده. اللي تحياتنا تحياتي اله والست اميره امنا واختنا اميره جواد ومي جمال الله يرحمها ولوي احمد م. وعلي القصير كان بالبصره الله يروح ما يتوفى الله. وميز قمر يعني نخبه من الفنانين يعني اذا نسيتهم خليه يعذروني، هاي ب 93 بايام طفولتك هداوي، منو اللي كنتي تحبين تطلعين وياه؟ اهلي ويا أبويا اكثر الله يرحمه ما عندك اصدقاء بالطفولة؟ لا ما عندي اصدقاء كنت ما اقدر اطلع يعني ويا اصدقاء ويا هاي لان كان ابونا ما مقصر ويانا، يعني. يعني على طول خميس على الجمعة زيارات كربلة كل شخص عنده بالطفولة يعني اصدقاء يطلع يتعرف لا أميني. ما لا كنت مو هالقد يخافون علي ايه ايه كنت بس من كنت لا بالمسرح لا اكثريتها ويا ميز قمر عشت وياهم حتى ببيتهم اها إي بشارع الاميرات بالمنصور ايه بقيت يعني علاقتي قويه كانت ويا ميز قمر ولبنى واهل ايش قد عمرها كان ميس ست ميز بال 94 مسرحيه حرام السيديه اتذكر هم مسرحيه ثانيه ما اعرف يعني كانت بس بدايتها يعني ويانا ويا. ايه م. تعرفت عليها مسرحيه حرام السيديه وبعدين يعني صار بالطفوله من دخلتي من المدرسه شوي صارت مشاكل بالفن واني شويه يعني اخاف بوقتها وصارت يعني لين اكو شخص كان يحبني مو حب يعني كان حمايه مال المسرح الرشيد من يقعدنا بحضنه يقول لي اعتبرك مثل بنيتي هاي العالم قامت تاخذها بغير قصد عباله عنده شيء وياي هاي بالطفوله هاي بالطفوله يعني مو طفل كان عمره 14 سنه 15 سنه ايه انا كنت ما اعرف شنو الحب نعم يعني انا ما احب لان يعني كنت ما اخذتها لين قصيره احس نفسي بعدني لحد الان سموه عمري 43 سنه احس نفسي طفله بس المرحلة ما الطفولة بعدك يعني مثلا اي اي وما من ال... ما تعرفين ال... الاشياء اي من اي. واحد يقعدني بحضنه احس نفسي الطفلة مو احس نفسي ايش كان الموقف هو ايش كان الموقف؟ يعني حاربوني وقالوا يعني صار حكي انا همينه صارت شوية مشاكل انا بطلت من بطلت قعدت ابوي ما قصر كم مرة رسبتي بالمدرسة؟ مرحلة الابتدائية <applause> بالخامس أنا مود درجة السعدية إيه؟ على يعني مود اجتماعيات ما أحب الإجتماع السعدية؟ إي إيه؟ كانت <applause> ما أحب إذا طيبة الله يذكرها كانت تحبني بس تقول لا ما أنجح أقول لها 49 بس 50 كنت أقول درجة أبوي وأمي الله يذكرها تتوسلين بها ما أعطتك إياها قالت ما إلا خليك تعيدين ما طول تكرهين المادة مالتي هي إيه لا انا ما احب يعني لان تكرهين الماده لو إيه هي يعني, يعني تكرهش خاف احب بس الجغرافيا تاريخ ما احب اه ابد ما تدرخين ما احب إيه؟ يعني احب يعني اقرا بكيفي اريد انجح يعني بالوصف ما سهلت وياك؟ ما سهلت وما وسنه ثانيه لا جبت درجه زين هي لحد الان؟ من يس إيه؟ لا في دول مو موقف صار؟ حتى لو موقف ما احبه بس انا اكره الماده آه. لان شنو الدرس وانا عيس يعني إيه؟ أنا انام نعم إيه؟ بيا رحلة كنتي تقعدين؟ أول رحلة بس أول ما أحبها لين كسولة أحب آخر رحلة <تصفيق> <تصفيق> إيه مو هذا هذا موضوع الكسولين دول يقعدون بالاخير بس الشطار يقعدون بالبدايه. اي مو انا قصيره هم كلهم طوال. إيه وإحنا مو احنا مو ثلاث بنات وثلاث ولد مع لو مثلا تسع ثلاثه بثلاثه بثلاثه سراوي مم. يعني مو صفه واي. يعني لان تعرف مع وقي هو انه ماكو. ايه نوباتي تقول لي المديرة او المعلمة ليش ست ليش طالبة تقعدين بالبلا، اقول لك ست احب اقعد بالآخر على مود اغش. اكو معلم ومعلمة سمعين كلام؟ آه لا اسمع اثنيناتهم. من الفراشة اخاف. سمعين سمعين كلام؟ اي من أي. الفراشة، أي. اذا أقف بالباب اخاف منها، اخاف لا تروح تقول مديرة، ما قرأت، لقيتها واقفة بالباب. يعني شلون شو... كنتي باللغة العربية؟ لا، آه اللغة العربية يعني م. من ورا الانشاء اكرهه. اي بره بالسادس بكالوريا ما اعرف اعبر عن شعوري. نعم يعني عن الانشاء العفو اعبر ما اعرف اعبر عن الانشاء، ايش كتبت؟ عاد المدرسه كانت تحافظ الاغنيه، انت يبين تحبين الاغاني، كتبت اغنيه ام كلثوم سرت الحب. ايه شو تذكرين بايام الطفوله؟ موقف مثلا صار ست هدى او يعني مواقف هو ايه أي واحد واحد الطين بس من كن موقف يعني من اوقف بالباب ما ما تنسيه لحد الان يعني, يعني لحد الان أي. من اوقف بالباب شنو يعني اقول ليش يبعون علي انا ما بي انا حالكم حال لا انت قزمه زين قزمه شنو؟ ما نعرف شنو قزمه نه. ما نعرف شنو قصيره قامه شنو ما اعرف يعني اقصى يرقبه حتى من بالما بالمعوقين ماكو واحد يقول له انت رجيك معوقه او رجيك مقطومه او هاي بس من اوقف بالباب ابكي ابوي يقول ليش تبكي؟ عاد خلي يقولوا ليش قزمه يعني قزمه يعني حلوه صغيره لا تضوجين دل... بابا اقول له بابا ليش يقولوا له قزمه الا اريد اعرف زين انا مو عندي ايدين اي ما يتعاركن وياهم؟ آني يعني اتعارك اي إيه. 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 آه. والله وكل شيء طابوقه قبيدي واذا ماكو اعض آه. إيه. اقرب شيء اعض حد ضوجين من عندهم؟ مين؟ هم دولة؟ هسه حاليا؟ اي تذكرون بيهم؟ أنقر ايه اقهر ها أقار من يتنمرون حتى هسه من اصعد بس او اصعد اسوي افرح المقابلي يظلون يتنمرون تذكرين تتذكرين أتش... غراب العطشان؟ الثاني ابتدائي؟ غراب العطشان اي شو ضحكتي؟ ايه؟ ايه ما في يوم اني ها؟ ما كتبت يعني بغراب العطشان؟ اي كنت احب ايش حافظه من عنده والله؟ هسه؟ ايش ما ادري؟ ايش كم سنه؟ انا تخرجت بال 97 بس الثالثه ثلاث سنين بدفره طلعت اغلب الاطفال هسه لحد الان بهذا الجيل هم يعرفون يعني حافظيه لانها ما تنسي غراب إيه العطشان؟ اي لا ما تنسي بس عذبني اه اي اكلوا باقي اخواتي واخواني اكلوا سوندات يعني لا الحمد لله انا ما حد يضرب هم تحبين الغناء من كنت بالطفوله؟ إيه احب اغني اه اي شو تغنين بالله بالطفوله كنت؟ اكثر شيء حتى من العراقي اقلده اي هسه لا ايه شويه شويه سامعين كنت اكثر شيء أردد اغنيه بالمسرح ال الرشيق مال المسرح يتخمس على خمسه ها أه مال انا اللي عذبني حبيبي انا اللي حيرني زماني يا لايب خليني بحال يا لايب خليني بحال خف الله لا تخيب ظنوني <تصفح> 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 بعد سمعنا شقد غير حاتم مثلا غير حاتم؟ ايه ما ادري ب... سعد اكثر شيء اغني مال سعد ايه؟ الحلو ايه دنيا بلا عشي لا تنشر وتنباع ولك عمر انقضى شمع بثر شمع ويا حنة العيد يا حنة العيد ان انا والمائل تبات مايلي من لا 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 ليه اليوم ليه حياتنا جميل الله يسلمك الله هاي انت اول مره يعني تغنين هيك بالإعلام؟ بالبرامج؟ اي اول مره أي. آه شاركت بعراقستان بال 2005 أي. بس من شجعني عن الخروج؟ أي. احمد نعمه الله يذكره بالخير. الله يذكره ما شاء الله صوتك جميل وحلو <تصفيق> حقيقة. <تصفيق> <صح>. الله يسلمك <applause> لان قال لي انت فنانة كوميدية لا تطبلنا الغناء أي ايش دلغنى. عجب هو؟ ايش عجب ما وصلت للغنى؟ لانه يقول لي انت فنانة كوميدية. <applause> حرامات تخربين فنك وكوميدك ومحبة الناس إلك. ظلي على فنك ويعجبك تغني دندني بالبيت غني بحفلات اللي انتم بيناتكم وانا شجعت انا كيفت قلت احسن تمثيل عندي احسن من الغني يلا خلينا ننتقل للصفحه الثانيه إن شاء. اللي هي مرحله الشباب اي آه بعد وصولك المتوسطه ايش آه ما حاولتي تكملين المتوسطه انا حاول. او الدراسه العفو والله انا تمنيت ان هوايتي المحامي الحم... آه مو هوايتي الفن كنت يعني اصير محاميه بس انا لين قلبي رهيف الله ما حقق لي لان شنو قلبي حيل اذا اقتل سرسره انقهر عليه قالوا لي شلون راح اصير محامي يمكن تطلعين كلهم براءه <applause> طيب اي والله انا اذا هاي اطلعهم كلهم براءه المحامي يريد لك ل... قوه ما عندي قوه قساوه لا ما عندي قساوه انقهر على يعني حتى لو بات اتعارك ويا ناس اللي يؤدي اقول لهم يقول انت ما تعرفين هذا مسوي شيء خطا اقول مين خالف؟ الله يحاسبه انتم لا تحاسبوا قال اذا احنا ما نحاسبه بعد شلون؟ هذا من حاسبه وهذا من حاسبه انا انقهر اظل ابكي لو اتاحت لك الفرصه الان تكملين الدراسه اكمل بس ما عندي يعني العقل او واهس للدراسه يعني ما كنت قبل مو مثل هسه هسه الكتب صارت هواي كانت قبل اقل مم. يعني الكتب قليله راحت بال مثلا لو انه اكو طبعا شباطات. راحت بال وكانوا مثلا انا عندي هسه مشكله ويا عائلتي المديره او المعلمه اقول لهم ما انا ما قاري عندي مشكله تعالي، مو قدام الطلاب يقعدون بالصف وقاعه حلوه مم. ويعني مريحه حتى يقدموا لك شيء يريحوك او شوكليته او نستره شنو المشكله؟ واحد اثنين ثلاثه ما يقولوا راح اروح نحاكي اهلكم لا يعرفون شلون راح يوصل لاهاليكم على مود احنا ما نعرف وقت معلمه او مديره اجت للاهالي تباكم على بناتكم على اولادكم ترى هاي مرحله دراسيه لا تضايقوهم اعطوهم فرصه يعني كانوا شويه يراعون الطالب هسه لا هسه البنيه موبايل وياها اه شغلات المو حلوه وياها يعني مو مدرسه. <applause> انا دا اشوف هدى كل انسان يمر بتجارب في مرحله المراهقه. شنو التجارب اللي مريتي بيها بهاي المرحله؟ مراهقه ما مريت مرحلة المراهقه. أي, هاي... اي انسان يمر ما حسيت. اي انسان يمر بهاي المرحله. أنا يعني ما اقول لك يعني ما مريت وما حبيت، بس كان قبل مو مثل هسه. كان قبل من واحد يحب رسائل. <applause> شنو التجارب بعد اللي مريتي بيها بحياه الشباب؟ والله كانت قبل احسن من هسه. شباب كان قبل يحترمون المرأة اللي, اللي يحبها يقدرها ماكو مواعيد يلزم الايد وها قبل رسائل ونقطف ورده من الحديقه أي. حتى اذا نكتبها اقول يا يابا انا اخذتها كانوا قبل ممنوع واحد يقطع ورده تكتبين تكتبين اكتب رساله تكتبين رساله اي حبك يا يعني مشتاقه لك ها وايام يعني مثلا انا اليوم وين قعدت بالتلفزيون مثلا سمعت اغنيه او اكلت اكله عندي دفتر مذكرات أي. واقعد اكتب ذكريات ها اليوم انا وديت مثلا ظرف رساله الحبيبي مم. اكتب ظرف كتبت بهذا التاريخ ساعه هلقيت ساعه هلقيت وعندي ما يعني ورا ما ادز رساله الصبح واروح اصعد بالسياره كانت خط ادزها شو اسوي؟ اجي تاني برك اي يشوفني يعطيني الرساله انا اخذها واجي للبيت هيك كان بهذا الوقت اللي انت تكتبين رساله او شيء اي شو تعرفين كتبتيها رساله؟ يعني نكتب مثلا مشتاق لك طيب سطر واحد طيب سطر واحد كتبتها ما اتذكر يعني كل ضامتي بس مو يم ضامتي <applause> يعني يم ناس ذكريات لحد الان ضامتين <applause> اي محتزة آه معتزه بهن؟ اي والله من هو هذا؟ واحد ما ما نحرج احنا بس من هو؟ اللي يعني كان منطقتنا <applause> اي وبعد ما حبيت يعني اقاربك او بعيد لا لا جيراننا جوان. بس بعيد عن ال ال شلون الشارع، الفرع، فرق بعيد عنه. امشو فيه حاليا؟ لا. وين راح ما اعرف اتزوج، آه. وكان ما شاء الله ضابط بالكليه يعني مال الاستخبارات آه. اي عندي الصور محتفظه بيها من ايام شبابك؟ لا ليش؟ ما عندي. هي رسائل عندك انت اي بس صور ما عندي. ليش عجب؟ لان كنت قبل ما اطق صور هوايه. ما اطق صور. يعني كنا بايام شباب ماكو يعني كاميرات ونطق ماكو ما حد بس اهلي اي كانوا صغار بس كلنا راحن تعرف هم... من الشيله ما يشيله ويروحن الصور. هم تواجهين صعوبه من تريدين تشترين فد شيء ملابس او تشترين آه فساتين. صعوبه هواي. ايه يعني تتصور يعني اريد محلات يعني تكرم حتى الاحذيه او م. ملابس صعبه لازم اخذ شيء كبير من اخذ شيء كبير اوديه للخياطه م. لازم تقرمه على قد ابسط شيء هذا اخذته لازم تسوي له الردان وتسوي له الطول وقياس منه زين <applause> لازم اصعب شيء هو الملابس عندنا الضوجي من هاي الحاله كلش اضوجي أنقر يعني اكو شغلات ابوحها بالفيس خارج العراق من اخابر والله ما نقدر نوصل خدمة التوصيل لان خدمة التوصيل غالية تصير لان هو قول خمسين خمسة وخمسين دولار او بخمسين دولار زين تقريبا بخمسة وستين الف زين اذا جاب من الخارج او من تركيا من سوريا ليش يوصل ال الف الواحد انا ما عندي الصراحة ما عندي اكثر يشتري من البعض هذا اول ما تشتغلين اعلانات تشتغلين في لا ما واذا اشتغلوا اعلانات أه. يعني من واحد يقول لك ما عندي ما بدائيه واريد استفتح وانت همينه هم مرت بالعوز الشباب م. والله لو اقول لك ما تصدق القمع ما تصمون كنت اجمعه بالثلاجه واسوي شوربه عدس واسرد واكل هاي من كنت بكركوك من خطفوني بال 2007 ها اي شلون هاي خطفوك؟ هاي خطفوني, خطفوني بال 2007 كنت عندي كنت دا اريد مسرحيه مسرح الوطني دعوني اجتماع وخبروني قالوا تعال انت مالك حق بالسلفه ضحكوا علي والله انا بكي سلفه مال شنو؟ مال الدوله ايه اريد اخذ سلفه مال الدوله ايه والله قلت انا ما عندي حق اريد اعالج أبوي واريد افاجئ بيه ابو كان مريض اريد اعالجه بالسليمانيه والله رحت كان يقولون لا الصك ثلاث ملايين أنا لي كيفي واحد شرطي من المصرف الزراعي مصرف الزراعي يم آه... باب الشرطي يم جسر السنة كان يقول لا هذا الصك أصرفينا قلت لا لا ما أصرف أنا أروح يمين قال لا شي وديك شي جيبيت. أنا هم فكرت قلت خلا صرفه والله صرفته وما أدري شنو ما طول لك السالفة كان يقول أنا أوديك المسرح قلت خلص الله عليك شرطي يوديني المسرح والله وصلني كان شي يقول لي تطلعي انا ما ادري ايش ايدي قلت له بالاربعه اربعه ونص اربعه ونص انخطفت من باب المسرح الوطني هذا موقف ما تنسينه <applause> حياتي هسه من يقولوا لي تعالي نصعد تاكسي واحد وتعاي علي ومن امر للزعفرانيه شايف اللشه من الترجيف لحد الان م. اتذكر بالذبون بالزعفرانيه بالمزرعه يم عمل البيت هيجي لحد الان اخاف اصدقاء بالشباب المرحلة الشبابيه اللي موجوده عندك انت هدى يعني معقوله ما موجودين ذولا الشباب حتى سندوس بالطلعه بالعمل لا ما عندك ليش انت مثلا؟ اني ما احب اختلط هوايه اني منعزله حتى هسه حاليا ما سين محبوبه لا شو ما محبوبه يحبوني مو أنا ما طبيعتي انا من واحد يعزمني اطلع على قد العزومه مرحبا شلونك ارجع للبيت بعد ما لي علاقه يلا اي ما لي علاقه ايه. حتى سبيت اهلي مو يجون ظروفك الخاصه هاي ظروفك ايه. الخاصه هسه ايه. مو بيت اهلي مثلا يجونا خطان سلام عليكم السلام ما اقعد يمه نعم اروح انعزل بغرفه أقدم الموبايل عندي شغل بالموبايل ما عندي شغل اقعد اقلب خلينا نروح للصفحه الثالثه اللي هي مرحله الصور نعم خلينا نشوف المفاجات شنو محضرنا زميلنا المخرج فديت الابويه ماجد ياسين تحياتنا تحياتي الفنان الكبير وابوسه وما اعجز من الاوصاف اللي اذا اوصفه واقول له رمضان مبارك ويا ربي يطول عمرك ويحفظك لنا وكل عام وانت بالف خير يا بابا عندك اعمال جديدة اشتغلت إيه؟ بس مسرحيه اي إيه بس حاليا لا ما اشتغلت وياه اي عمل ما اشتغلت شو اسم هاي المسرحيه؟ آه بطيخ آه في المريخ اشتغلت وياه ومسرحيات يعني ايش كان دور به؟ اني الهدى اني دوري آه كوكب غريب يعني جاي من الفضاء اي اي شنو؟ اعطيتي ويا... حقه هذا الدور؟ طبعا هم يشهدوا اي آه. والحمد لله شو توجهي لك كلمه؟ ما اعرف شعب فلسطين يعني اتمنى يعني اقول قلت لك الله يطول عمره ويخليه اني ويا ربي اشوفه باعلى المراتب واشوفه على جبل عرفات يا, يا رب يحج بيت الله ويعطيه صحه ونشوف الصوره اللي بعدها قاسم سيد, إيه دا أقول <تحياتنا> القسم سيد. سيد. لعبي اي ده قلب بقلبي تحياتنا قاسم سيد لعبيه لعب بالمسرح انا وياه يعني ثنائي احلى يعني من اشتغل وياه ارتاح من اشتغل وياه كعمل ارتاح وياه لان يعطيني حقي ويعطيني فرصه للمسرح يعني يعطيني يعني ما يخليني مثلا احس نقص بنفسي يعني مخليني صدق فنانه قدامه من يتعامل وياك على مسرح ويموت علي حتى ورا الكواليس يقول لي انت بنيتي زين قريب عليك بالتمثيل؟ كلش قريب علي ايه. كلش قريب علي يعني حتى نوبات شغلات اه بينه وبينه مثلا أريد اسوي فلان شيء بالمسرح تقبله ولا لا؟ اي شو تبين تسوي نسوي دائما يتصل عليك؟ لا ما حد يتصل علي يعني على على مود اعمال ايه. مسرحيات؟ اي اي دائما ايه. هو وست اسماء صفر ايه. يعني على طول مدهش اي جواد المدهش, إيه المدهش. خلينا نشوف الصوره اللي بعدها بيناتهم احب ايه سالي علي و... هم اللي جابوني اول مسرحيه ايه هي يمكن مال بطيخ في المدرسه إيه. امم اتذكر ماما انعام وعلى الخالد الخالدي وعلى الخالدي شو اقول لك؟ ايه يعني اخوه قليله اصدقاء قليله يعني ما ما اعرف هو وماما انعم بس ما ادري ليش انقطعوا عني ما ادري ليش تبكي؟ لا دموع غاليه علينا استودع لان احبهم لان حيل هم جابوني على المسرح وهم شغلوني بس ما سويت شيء اذيه اذيه ما سويت لهم <applause> أحسن محتاجتها؟ اني لا والله ما بس كنت حبيبي واحد يخبرني ما حتى جواد ديت موتي شريت حيلة حبة وجنة ترند على الانستا ترند على العراق م. بس انا سويت بس اقول الله يخليهم والله يحفظهم واقول كل عام وانتم بألف خير ربي الله يوفق ما اقدر مو عج غالية عليه ما استهل. اقدر لان ما يا انا ليش ما يسألوني؟ خل... سويت لها بابا العام زين سويت لها شيء ما تسأل عني لان انا حالتي هيك صارت لو لين قاعده لا بقربين. خاف ارتباطات ارتباطات العمل حتى ارتباطات على خالد انا شو مسوي ليش؟ يعني من خابرته على وش شيء مساعده الناس هذا دموع, يقول دموع يقول عتب يقول لي دموع عتب رجاءت. لو دموع عتب هذا لو ايه زعل وقهرت لا ما زعلانه بس عتب الهم عتب الهم ترى ما مأذيه يعني. انا شيء لاني لا حول ولا قوه زين لازم طيوبة لنا. طيوبة اي احبهم لان ما وما قصروا وهم بس وانا قارت على شيء واحد من اخابر على الخالدي من يقول لي رجاء بعد لا تخابرين على رقم الخاص ليش؟ ليش؟ الارتباطات ارتباطات يعني. حتى لو ارتباطات مهما تكون انت على تنصح انت على الخالدي يعني هو صح غلط هو قال لك لا تخابريني شخصيا؟ لا لا تخابرين على رقم تليفوني اي هو شخصيا؟ شخصيا هم وحكيت قلت له انا متناس مساعده او هاي بالشرقيه فشلني يعني حتى رقمه راح انا قلت خلي بعد انا ما نزل نفسي بعد ما من ما سويت لي شيء لين احب <تكلم> تحياتنا سا علي وست نعام انا لا ما انا عاتبهم كمحبه لهم واقول لهم كل عام وانتم بخير صحة وسلامة والله يوفقكم انتم عائلة عائلة لي. عائلة فنية إيه وبنفس الوقت انت قريبة عليهم وهم قريبين عليك بس انت اليوم هم عذري الارتباطات والاعمال اللي موجودة داخل الفني الفن الموجود بالعراق خلينا نشوف نشوف الصورة اللي بعدها خلينا نطلع من اجواء الحزن يعني من اخابر أستاذ ماجد هلا بنيتي عمرينا بابا بس حبيت اسلم والله على راسي وانا مقصر وياك يعني. يعني ما بي شيء كل من ظروفه خلينا نشوف الصورة اللي بعدها مو عش غالية علينا. فديت هذا جواد. الفنان العزيز جميل. بو... جوار. بو <applause> جواد ابو خشة له خشة جواد المدهش ورده مال الله كوميدي وياي <متصفيق> 24 ساعة <متصفيق> والكوميدي كنا ترند ترند على الانستا انيا. على العراق ترند زين بس اشوف هو منه ظروفه وتمرض ومرته الله يرحمها همينه كسرت الظهره ونتكس. ايه هو مراحل صعبه هم كلش <applause> وانا اقول له الله يرحم ابن اخوك ويا ربي يوفقنا ما تواصلت ويا تحياتنا تحياتي إليه. إيه. إيه. خلينا نشوف الصوره الاخيره شيء المفاجاه الاكثر راح تصير <applause> تحياتنا الفنانين <applause> استاذ غسان وتحياتي <applause> <خاصة تصفيق> الاجمل ما عندي علاقه ساره البحراني وساره غسان على راسي فنانه شاب جميل مبدع دائما الان اذا تابع خان الذهب لان كلش حلوه وقفت مسلسلات كله بس ده اتابع خان الذهب شو رايك بالمسلسل مال كلش حلوه توب درجه الاولى انا بالنسبه لي أي. مرتبه الاولى وخلي يزعل يزعل انا حقاني غسان اسماعيل غسان اسماعيل تمثيله حلو وكلش بس شويه ضجنا منه ويا اخوه ها اي هي يعني احداث رجلش. المسلسل هاي اي, أي. يعني مو مسلسل يعني نحس انا طبيعتي انا ما شايفته هو نجاحه وانتقاله للادوار صح اذا خلوكم كان استاذ غسان شاحته. ما أقصي. إيه ما اقدر اقسي ها اي ما اقدر اقسي حتى لو يعطوني ملايين ما ها. اقدر ايه نقلب من قلبي طيب وحنونه ايه وما اعرف أقصي علي من أقصي ابغى ابكي ابغى اندم اني آه دائما تبكيني انت انتي ليش؟ اني آه دائما لا مو, شيء مو, مو احنا نعرف انه هدى هي زرع ابتسامه للاطفال وال... أحسنت يعني ليش لا هاي مظلومه 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 بالفن ومظلومه بالنقابه الفنانين ومظلومه بكل شيء شلون شفتي شلون شفت الصور؟ كلش اي صورة عجبتك؟ كلهم قريبة عليك قريبة علي أي. اكثر شيء انعام واستاذ علي يعني ليش عاتبتيهم؟ هم قريبين عني آه. يلا تحياتنا للصور اللي ايه والله اللي ظهروا آه بالشاشه الله يوفقهم ونقول لهم كل عام وانتم مليون خير واني قلبي قام يرجعني صدري ضاق لان شوفتونها الله يسعد ان شاء الله لا دموع الشغال يعني ست هدى حقيقه خلنا ناخذ فاصل خلنا ناخذ فاصل يلا مشاهدينا الكرام فاصل وراجع لكم رجعنا وياكم احبتي المشاهدين من بعد هذا الفاصل مع ست هدى. أه ست هدى خب ما تعبناش لا والله ما تعبت لي. الله يوفقهم يا ربي ايه يشوف هالقناة احسن واحسن. طيب هاي وما عزتش الله يسلمك. يلا نخرج من الحزن؟ اي يلا اي الصفحة الرابعة هي مرحلة الفن اللي موجودة داخل ست هدى. نعم. بعدك هسه؟ لو نسال نبدي لا اسال يلا، شو كنت دخلتي الوسط الفني؟ دخلت الوسط الفني ب 93 ايه واستمريت والحمد لله نجحت و... وكلها ساندتني وكلها وقفت وياي بس ورا 95 هاي قلت اريد اكمل دراستي واريد ادخل معهد كملت دراستي وما قدرت اكمل معهد لان كانت ظروفنا ما تسمح من اول فنان اشتغلت وياه بالعالم؟ سامي قفطان تحيات استاذ سامي استاذ سامي ابونا مم. واخونا وابو العائله مالتنا مال بيت اهلي اي اي عمل؟ اول دور انطاني كنت آه اغني اول عمل لي غنيت على المسرح وكنت استحي أي. عاد مره مرتين قال لي اطلع برا بعد ما تشتغلي ما طول تستحي صيري قويه ترى ابطلك كان يعني مني انا من يقولوا لا بطلت يا يقول انا ما تفيدني دموعي أهم شيء العمل اهم شيء العمل وهو شجعني وخلاني اوقف على خشبه المسرح شنطاج دافع هو شنطاج دافع دافع لان قد ما يطردني ويصيح علي ايه؟ بس ضرب ما يضرب تحسين روحك منسيه بالوسط الفني؟ اي اي شلون؟ هسه حاليا اي ايه منسيه شلون منسيه؟ منسيه لا يدزون علي ولا دز شغلوني المسرح ولا شغلوني بفت عمل حتلو عمل اسميه تافه شويه ما شغلوني والله شنو انت قاعده باربي والطلبين اجور غالي انا ما حتلو قاعده باربي قاعده خارج العراق ليش بعض الفنانين مو قاعدين خارج العراق هي مو فنانه وقريبه عليهم ليش ما يطلبوش مثلا ليش قاعده باربي وين اربي يعني لا هذا ما تجي انتوا دزيتوا عليه ما يجي اجورك هوايه، ليش اجورها؟ ليش بعض الفنانين الجدد ما يطلبون بالدفاتر؟ شقد شقد اجورك على الحلقه انا ما اعرف على الحلقه. انتم تقولون اجورك عالي يقولون انا ما بنطلب بعدني، انا ويا قسم ملاك إيه. بوقتها إيه. قالوا الحلقه نعطيك اتذكر اني 27 حلقه اللي اعطوني إيه. 400000. 400000؟ وحق الله حتى انصدمت. قلت ما انا مال 400000؟ ايه ويعطوني غدا وعشاء، انا ما كنت تمن ومرقه بالسوق. لأن يعني أني ما يوالمني أكل البرا. يعني 400,000 ايش قد يعني على الحلقة خلينا نقسمها. ما تطلع. بال 2008 ايه. اي أنا يعني تطلع شنو تطلع؟ أقل. هي تطلع 12,000. ايه. هاي شنو؟ وحق النبي. ضحكوا علي. ورد أقول لك قدام المشاهدين. ضحكوا علي. هاي كروة كيف فيك؟ كروة ماكو. يعطيني 3000 روح أكل التمن ومرقه. والله بس انت والله احنا ها... السنافر اي بس انت؟ لا السنافر وياي اي بس انت هذا اجورك شي, شي لو كل الفنانين اللي موجودين ما اعرف وراي الفنانين إيه. قد اخذوا الله اعلم هاي ما. هاي بس الاجور والاكل وياهن لو لا يعطيني 3000 اكل ها ايه؟ زين انا ما انسى والله ايه؟ يعني يعني, هاي... يعني انا هسه اذا اريد اطلب اقرب شي مسرحيه بس مظلوم اذا هيك اي هسه مسرحيه الوحوش هيا الشعب هي رادتني من الكويت وحكوا علي وما رادوني اي منو اللي حكى علي بعض من الفنانين ما اريد اذكر اساميهم الوسط الفني ظلموش لو انت ظلمتي نفسك بنفس الوقت انا ظلمت نفسي؟ هي. لا ما ظلم الفن ظلمه هم الفنانين ظلموني شلون ظلموك؟ يعني اي عمل ما يدزون عليه اي اي مسرحيه مثلا اول ما يجون مسرحين اقول لهم اجوري اهم شيء السياره. السياره توديك وتجيبك؟ اي انا عندي اهم شيء خط يوديني ويجيبني. يقولون احنا ما علينا انت دبر زين انا من ادبر؟ يخاف يقولون طلباتك هواي. شو طلباتي هواي؟ اي انا اهم شيء السايق يوديني ويجيبني. انا ما اقدر اصعد تاكسي لان يعني انا مرتين الخطف وما امن. انت خوف طبعا لحد الان عندي خوف. شلون تشوفين الفن؟ حاليا؟ ايه هسه؟ ايه تجاره شلون تجاره؟ فلوس ايه طيب فلوس اي نص اي مسرحيه اي تلفزيون اعرف حلم وحلو عجب الجمهور ما عجب الجمهور انا علي اخذ لا البلاتي. عدوان الفكره والهدف ماكو قبل اي ايه قبل كان المسرح فكر وتوعيه ومن تحكي بالمسرح العالم تنتبه وتاخذ هسه لا تجاره تصعد على خشبه المسرح طيني كد أجوري. مليونين مليون ونص مم. تسع ملايين طيني شو تريد اسوي لك المهم اخذ اجور منو عندك من الفنانين متواصل وياك لحد الان؟ ما حد لحد الان؟ ولا فنان قريب عليك؟ يعني تدزج على اعمال على مسرحيات نسومه بس بس نسمه؟ بس نسمه ايه نوبات تتخابر وتسال نوبات لا نوبات انا اتصل عني لان يمين علي شوي إيش اسم من الفنانين ما قريبه عليك شيء تحسيها بس بي... قريبه علي وجيراني ها اي اي نسومه تحياتنا نسومه اي تحياتي الي اكو عمل ويا ويست نسمه؟ لا حاليا؟ لا مستقبليا؟ ولا مستقبليا ولا حاليا ما تفكرين؟ مو ما افكر ها. بس ما اكو مجال ما يسمحوا ليش؟ لا ما يسمحون لي ما يدزون علي مو قلت لك دزون اه. عمل هذا العيد اه ويا هي شعيبي رفضوني وجابونا جابوهم ما عندهم يعني جمهور ارد اقوله وما اخاف ما عندهم جمهور بس جمهور وخبره نفس الوقت هم ما عندهم شلون الخبره خبره خبره التمثيل خبره لا العمل كريم حواس ممثل ايه ارد اقوله ايه كريم حواس ما اعرف هو يطلع يعني؟ ويا المطربين ايه؟ موديل جاب على ألف جاب على المسرح سوت منو سوت النقابه النقابه والمخرج والمؤلف والنقابة النقابه والمخرجان تعال انت مو مدير اه موديل مم. انت تطلع ويا المطربين جابك على خشبة مهم هم هم يسمحون للشباب استاذ يسمحون للشباب اللي عندنا شباب فنانين صاعدين على خشبة المسرح عندهم شهادات اريد اقولها صح لو غلط؟ صح لو غيره مو انا من احكي اطلع مخش أشوف ايه مو خوش ادمي قاعد اشوف اي قاعد اشوف اكو حسره مو حسره مو اكو شغلات خطا من احكي اني إيه. اشوف خطا من اني اقول اسم اني يمك اني حواليك لا اني اريد اعدل يا نقابه الفنانين زين انتم من تجيبون فنان وتريدون تحصلون وتعطون حق الفنان ما اجيب من برا صح لو غلط شو هدى زين ميوزك الحنين إيه. شنو اعماله بس مسرح ايه وشنو اعماله شنو مو نعطيهم احنا بس دوار نعطيهم 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 فرص خلي يشتغلون يعني شلون يعني الشباب ما لهم فرص يشتغلون هو مو شرط ايه حتى لو يعني لا طاقات موجوده فرق. ما عنده شنو عنده طاقات؟ يعني كل واحد ما عنده طاقه من يدخل الفن؟ مو ما عنده طاقه ها. بس اني هذا مثلا اكو شباب واكو دارسين زين وفنانين اصعدهم شابات وبنات تعبانات على نفسهم لا شو كده يدخلوا مع حد يلا سدوا مع حد الفنون الجميله يعني صارت واسطات قصدك مصالح خاصه وعلى مود واسطات و... وشويه مبلغ يقل ابن عمك ابن خالك شو يعني مبلغ يقل يعني بدل ما انا اطلب باليوم ورقه على المسرح اكو ناس تاخذ 75000 ويلفطون ال 75 ها بدي احكي يعني ايه. ما خاف بس احنا خلينا نخرج من المشاكل التنفيذية لا مو مشاكل، أنا أريد أفرغ اللي بقلبي، لأن أنا من يجون يقولوا لي تطلبين طلبات ويا غيري تعطون دفاتر، بس أنا من أطلب ما عندي شنو اللي تجيدي غير الفن؟ ما عندي هو الفن، شنو ما عندك أعمال يعني مهنة خاصة بيك حتى يعني تعيشين بيها؟ لا ما عندي مهنة أعيش فيها. إي والله ملتهية. لو بالبيت يعني ملت بالبيت وحدي احب انظف أيه ارتب احس يعني بيتي احلى من البر اريده مو اشوف انت هسه يعني اكو عوز ومحتاجه هي شيء هو أيه على الراتب عايشه على 400000 الف إيه ما هاي شو تسوي؟ اكو ناس ارد اقولها وجب وجب قدام الكاميرات ناس خيره وتساعدني تحياتنا إلي تحياتي لهم شنو الاشياء اللي تخليك تبكين دائما دائما لان يعني مظلومه واريد يعني اعيش حياتي حالي حال المجتمع ما يخلوني وانا قاعده ايجار اريد حالي حال اللي عنده بيت لو 50 متر الدوله ما تعطيك راتب؟ 400 الف يشجع ادفع ايجار لو اجمع له اخذ لي بيت 50 متر اريد افرح بنفسي يعني اريد اقول هذا صدق عندي بيت وباسمي موقف صار مجال فن ست هدى اي موقف صار بيس ما صار اي موقف موقف اكو حما يصير موقف يعني بعمل خارج الكواليس والله انا ما صار عندي أي. مواقف ليش مو قلت لك اني ادي عملي واقعد على صفحه يعني ما مثلا سووا لي شيء او اذوني او موقف محرج جواد مدهش لا والله ما لا والله خال... بس مواقف يعني ايه وراء الكواليس ايه يعني إيه. يختي إيه. لو يخرعني إيه. لو يهبطني شغلات مضحكة إيه. و... بضحك انقر وابكي وظل يبوس بي شلون يعني. شلون شلون يجي كان زين يعني. إيه لا شلون يعني الموقف اللي يعني مثلا يسوي إن... اليس جواد انت إيه ليش مسوي هيك؟ اقول له والله جواد ما مسوي لا بس شنو عباك حقيقي إيه. اقول له والله تعال قدامي شوي عاد ايه ايه انا صار يغمزون ويسوون حركات انا اظل ابكي واصل عمي والله كذا لحد ما اوصل للبيت يخابني وما صدقت اقول له لحد الان انا مهضومه والله بنتي والله خيتي كذب نشاقة وياك يعني تدي بعد ما نشاقة انا عندي شويه شقه ما احب ما احب اي مو انتم اليوم جروب لازم اي لازم يعني تصير قريبه عليهم الضحكة اي بالضحكه إيه شقه لازم شقة حدود وحتى ينجح العمل ما أقدر هذه آه. آه. طبيعتي مو إيه هم كبار مم. يعني أحس مو بأمري <applause> يعني تعبانين على نفسهم مثلا جوان ست أسماء قاسم ناهي نسمة آه آه نسمة شوية علاقتي يعني كخوات صديقات لأن أول ما تعينت بالنشاط المدرسي تعرفت عليه بالنشاط المدرسي خلنا نروح للصفحة الخامسة الأخيرة مستعده؟ مستعده. هاي اسئله افتراضيه. نعم. ايه هدى لو نفترض والدك موجود حاليا، شنو اللي راح يتغير بحياتك؟ كل شيء. ايه. لان يعني هو سندي، وهو ظهري، ايه؟ وهو كل شيء، و... وشكو اكل حقي؟ واحد، وشكو طعن بي ايه؟ وشكو ضحك علي، هو ياخذ حقي، وامنيتي. يرجع لي. بس اه. هذا بعد امر الله. راح الله يرحمه الله يرحمه اي والله الله, الله يرحمه يرجع لي كل شيء اللي اريده لو نفترض غدا هو عرس الفنانه هدى سنفور منو اول شخص راح تعزمين اعزم كل ما اعزم احد ماكو مخصصين لا ماكو مخصصين ها والله الكل كل كل دول يعني ما أزد... احبهم أزد... دول اصدقاء فنانين كل ما عندي ابد يلا ادعي لي ان شاء الله اتزوج ان <applause> <applause> شاء الله تعرفي <applause> <applause> لو حاليا الشخص اللي اتهمك بامور كاذبه يسمعك ايش راح تقولي له؟ هسه هالبرنامج. آه اقول له انت والله وحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم، هذا لساني ما يضب. مسامحه؟ مو كلش. مو كلش. يعني مسامحه اطول. م. يعني فتره اطول يلا اسامح. يعني مو بساع موسى لا قاسية؟ لا لا. ها؟ قاسية مو كلش قاسية بس يعني حقودة ها آه. اي شوية عندي حقود يعني اظل ببالي لو بعد مئة سنة اظل لي الكلام والهاد ببالي لو كانت عندك الصلاحيات انه تمنعين استخدام تطبيق من العراق اي تطبيق راح تمنعيه هذا؟ يعني تطبيق شو؟ اي تطبيق يكون من العراق؟ ايه ساعة من والله ما امنع شو شوفي؟ شمع واحد ايه؟ اثنين شمع ما اعرف شمع لان انا اقول لك مو قلت لك انا ما عايشه ويا مجتمع قوي يعني انا حدي للفن ادخل للبيت لان انا اكثر شيء محبتي قاعده بالبيت ما امنع شمع اكثر شيء الموبايلات اه اي شبي الموبايل هذا؟ انا اقول لك لان الموبايل صار بيه شويه مشاكل وصار بيه شويه يعني سلبي اكثر من الايجابي صار بيش موقف؟ ها؟ صار بيش موقف؟ اي تهديدات ايه؟ وشغلات مو حلوه بيه ايه؟ ويعني مثلا انا لا اغنى عليه ولا هاي راح اضحك عندي صور فيديوهات اقول له جيبهم ايه؟ اذا انت صدق لان انا الصور منشوره ايه؟ ودي ان انا منشوره جيب لي لو يخابروني شغلات مو حلوه اقول له انت منين جبت رقمي؟ والله اشتريته بورقه، والله واحده اعطتني والله واحد الثاني زين انت احسن ما اشتريته بورقه، قل لي اعطيك رقمه واعطيني الورقه لي وحكي مو حلو يعني اتمنى اتمنى بشر من يستخدم الموبايل استخدمه بشيء اصول شغله ضروريه، هذه لو ما عندي هسه حاليا هسه هذه هيك جايبته لو ما عندي شغل بي ما اجيبه بس انا عندي ليه شغل بي زين هو حلو ومو حلو، بس أنا أقول لك السلبية ثلاثة أرباع والإيجابية ربع هذا الكتاب يمك؟ نعم وكتبي لنا هنا أنا. شنو راح توثقي لنا يلا أي ورقة يمك؟ كتبي بها هالورقة، كتبي بها ها هنا؟ إيه كتبي يلا. أتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى أن يكون إلي بيت صغير، وكل عام، وأنتم بألف خير. وإن شاء الله يكون ها مين يطلبين البيت؟ ها؟ مين يطلبين؟ أطلب من الناس الخيرة مم. والناس اللي يتوصل صوتي للناس الخيرة وللدولة وأن يكون شعب العراقي بخير وأمان يا ربي شو تواجه شو تواجه كلمه خير وأمان وأمان. شكرا جزيلا شو تواجهين كلمه لجمهوريتك الناس اللي اقول لهم أه. كل عام وانتم بخير صحه وسلامه يا رب تحقيق الاماني وان شاء الله اللي ببالهم يتحقق و... والمريض الله يشافي واللي فقير الله يشبعه ان شاء الله بجاه النبي لان انا قلبي وحركتي على الفقير لانه انا حسيت بالمعاناه يا ربي كل التوفيق إيه؟ ليش وشاكرين شاكرين حضورك وتلبيتك وكنتي الله. اشكرك استاذي اشكر الكادر المصوري واشكر ابو القناه الوطن يا ربي يوفقه ونقول له كل عام وانت بالف خير واشوفك باعلى مراتب على جبل عرفات شكرا جزيلا شكرا. كل عام وانتم بالف خير وانتم بالف خير مشاهدينا الكرام وفي الختام وصلنا الى نهايه هذه الحلقه نلتقيكم في حلقه اخرى مع ضيف اخر مع السلامه